هذه رسالة مهمة جدا، هذه رسالة مهمة جدا، أتمنى أن تصل إلى كل ولي أمر، إلى كل من آتاه الله هذه النعمة واسترعاه على هذه الأمانة العظيمة. بعد أسابيع قليلة سوف يقبل الآباء والأمهات على الأسواق لشراء وقضاء حوائج أبنائهم من مستلزمات المدارس. فالحذر كل الحذر، وأرجو الانتباه، بعض مستلزمات المدارس قد جلبها التجار بقصد أو بغير قصد، قد وضع عليها هذا الشعار الخبيث، شعار المثلية وشعار الشذوذ. انتبهوا واحذروا، لا تقربوها، لا تشتروها حتى ولو بيعت بأيسر وأبخس الأثمان. كل مصلح، كل داعية، كل خطيب، كل مشهور غيور على مجتمعه، تعاونوا على البر والتقوى في توعية المجتمع وتحذيره من هذا الأمر. قد وضع هذا الشعار الخبيث، شعار المثلية وشعار الشذوذ، على مستلزمات مدارس أبنائنا حتى يصبح هذا الأمر مستساغ لديهم. نسأل الله الحفظ والسلامة لنا ولهم أجمعين.